تخطف أحفاد نبي الله يا شائك؟ سأخطفهم يا مهدي. كيف تجرؤ؟ سأخطفهم يا مهدي. لم أكن أعرف أن بقلبك كل هذا الشر. لابد أن أفعل ذلك. هل هددك بالقتل؟ في يوم من الأيام سرقت قصر السامق، وسأعيد له ثروته كاملة. تعيد له ثروته وتخطف أحفاد نوح؟ أنا لا أهاب الموت. إذن لماذا ستقوم بهذا الفعل المجرم؟ مرغم على ذلك. ولكن الله قد من عليك بالتوبة والإيمان. دعني أنفذ هذه المهمة وأحذرك أن ينطق لسانك بشيء. ألهذه الدرجة أنت شرير؟ كيف ستفعل هذا يا شائك؟ كيف؟ ليس لدي أي حل آخر. ولكنك آمنت يا شائك، أسلمت. أنا مرغم على هذا الأمر. لا تفعل ذلك يا شائك، ولنغادر هذه القرية. لا لا، لا يمكن أن أغادر هذه القرية في هذه الظروف. لماذا يا شائك؟ لابد أن أتمم هذا الأمر أنا بالذات. أنت بالذات؟ نعم، هذا العمل لا يمكن أن يقوم به غيري. لا أفهم ما يحدث، لا أفهم يا شائك. طهورة، دعيني أتمم مهمتي. سبحانك يا رب يا مقلب القلوب، كيف وأنت من تبت يا شائك؟ أننا سنعثر عليهم. يا لها من مصيبة كبرى، يا لها من كارثة. يا قود، يا كوش، أين أنتم يا أحفاد نوح؟ أين أنتم يا أولاد؟ غفر الله لك يا شائك، كسرت قلوب هؤلاء الأمهات. يا قود، أين أنتم يا أحفاد نوح؟ أين أنتم؟ يا جامر، يا جامر، يا جامر، أين أنت؟ أين أنتم يا أحفاد نوح؟ سيأتي يوم تشكرون فيه شائك أنه هو الذي اختطفكم. ماذا بك يا قطار؟
أراك هادئا ساكنا لا تظهر كثيرا في الحديقة. الخير في ولدي يا مولاي، مهدي يفعل ما هو ضروري. نعم، إنه ولد طيب وخادم لك يا مولاي. سأعطيه بعضا من ملابس خادمي القديمة، ولكنها جديدة. خيرك علينا يا مولاي، هل تأمرني بشيء؟ نعم، أريد ولدك في مهمة. سمعا وطاعة يا مولاي، سأرسله لك اليوم. لا، ارسله لي غدا بإذن الله. ماذا تقول يا قطار؟ لم أقل شيئا يا مولاي، لم أقل أي شيء. ربما صوت من الخارج. هيا انصرف. سمعا وطاعة يا مولاي. يا كوش، أين أنتم يا أبنائي؟ أين أنتم؟ اصبري يا سلط، سنعثر عليهم بإذن الله. اصبري. لقد ضاع الأبناء يا طاغورة، ضاعوا. وما يدريك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا كوش، يا قوت، يا أبنائي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردهم إلينا ردا جميلا يا رب. كيف ستكون الحياة بدونهم؟ كيف؟ اصبري، سيعود الأبناء، كل ثقة بالله تعالى. لم يخب ظني فيك يا شائك، أنا أعرف جيدا قدراتك الإجرامية. لقد أتممت المهمة يا مولاي الأمير. وأين الأطفال؟ أدخلتهم في حجرة قاع القصر يا مولاي. أغلق الحجرة جيدا يا شائك. هل تطلب مني مهمة أخرى يا مولاي السامق؟ أجل، هناك مهام كثيرة.